بالاجواء الصيفيه دائما بندور على منفس لنهرب من درجات الحراره العاليه، دائما بندور على البلكونه او على شرفه المنزل عشان نقعد فيها نتسامر مع اهالينا مع اصحابنا ونشرب كوبايه شاي او نقرا كتاب مثلا. فاليوم رح نتعرف من مهندسه الديكور ساره مجدوبه على ابرز الطرق اللي بتساعدنا انه نصمم هالشرفه او هالبلكونه بطريقه تخليها واسعه مريحه وبسيطه ونكون مستمتعين فيها وبمكانها الواسع اللي بيوسع كل شيء. اهلا وسهلا فيكي ساره، كيف امورك؟ صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح الورد. الحمد لله، كيفك انت؟ اهلا ساره. تمام، بدايه خلينا نتحدث شوي عن العناصر، اهم العناصر لازم تكون موجوده باي بلكونه او باي شرفه باي منزل. هلا احنا عم نحكي عن تصميم حديقه منزليه. حديقه أوكي. منزليه اللي هي ممكن تكون بالبلكونه. صح، بالبلكونه يعني رح تكون مساحتها قليله ورح يكون الاثاث اللي رح نستخدمه رح يكون مش زي اللي بنستخدمهم في الحدائق ذو المساحات الكبيره زي ما نحكي. بالمساحات الكبيره بنستخدم ممكن مجالس وقعدات مثلا بلت ان حجر كونكريت، بس بالحدائق المنزليه الصغيره البلكونيه لا، نروح للأشياء اللي هي مثلا ممكن نستخدم طبليات، ممكن نستخدم الوسائد. حلو. ممكن الكوشنز، ممكن اللي هم الاسفنج الفرشات الاسفنجية. يعني بنستخدم أشياء ما تأخذ كتير حيز وبنفس الوقت تزيد عنا عدد الجلسات. حلو كتير. كملي تفضلي. في عنا أكثر من عنصر مهم طبعا بتنسيق الحديقة المنزلية. أول إشي الأرضية مثلا. الأرضيات مهمة كتير. الأرضيات كتير مهمة. نحن ممكن نستخدم مثلا النجيل الصناعي أو الطبيعي، بس يفضل الصناعي. ممكن نستخدم الحصى، حتى ممكن إذا عنا بلكونة ومبلطة وكل شيء نستخدم داخلية. ممكن نستخدم سجاد. صح. من عنا. اسمعي، قطع الأثاث خلينا نحكي بشكل عام أو حتى الأرضيات اللي عم تتفضلي وتحكي عنها اللي هي السجاد، ممكن لازم نختار أنواع معينة عشان تلائم الظروف الجوية، تلائم الغبار خلينا نقول، تلائم أشعة الشمس اللي حرارتها جدا عالية ممكن تأثر على قطع الأثاث. فنحكي عن أنواع قطع الأثاث اللي ممكن نستخدمها. مزبوط. هلأ خشب، بلاستيك. هلأ الأثاث اللي هو للحدائق يستخدم أو للأماكن الخارجية بيكون معروف إنه هو من مواد تتحمل أو لازم يعني بتتحمل هاي الظروف الجوية المختلفة. أوكي. يعني نحن ممكن نستخدم مثلا الرتان، ممكن نستخدم الخيزران، ممكن نستخدم حتى الجلسات اللي من حجر. نستخدم مواد اللي هي ما فيها، حتى الأخشاب ممكن نحن نستخدمها، بس في أخشاب معينة نبعد عن المواد اللي مدهونة بمادة اللكر. ليش؟ أو الورنيش، لأنه هاي المواد مع أشعة الشمس بتصير زي البلاستيك وبصير فيها شقوق 100%. فهاي الأشياء بنبعد عنها، بنحاول إنه لا نستخدم أشياء بسيطة، وخصوصا بالبلكونة مثل ما حكينا إنه مثلا أو الحديقة المنزلية بنستخدم أشياء ممكن حتى من عنا. يعني حتى الطاولات أوكي ممكن نستخدم إحنا طاولات جانبية مختلفة، حتى خاماتها مختلفة. صح. تكون يعني مو ضروري مثلا نحط طقم طاولات إنه يكونوا كلياتهم نفس الإشي. الوسائد كتير مهمة وبتزيد جمالية للمكان. بالضبط. بالذات إذا كانت فيها ألوان فرحة وهيك، يعني نحن بنقدر ننوع فيها، ننوع بخاماتها. صح. بأشكالها نتفنن فيها، ممكن نستخدم البفات برضو. صح. وهاي الأشياء برضو مش مكلفة، يعني تكلفتها بسيطة وبمتناول الجميع. 100%. فإحنا بهمنا إنه يكون التكلفة بأقل التكاليف نعمل شرفة منزل تكون رائعة وجميلة للجلوس فيها وقضاء وقت ممتع فيها. صح شهد. لانه البلكونه يعني او الحديقه المنزليه هي تعتبر من اهم اركان البيت. صح. او المنزل. 100%. يعني الواحد بقعد فيها بنفس عن حاله، بشرب فنجان هالقهوه، بشرب الشاي. فيعني مهم كثير انه يكون عندنا احنا ركن او بلكونه او حديقه منزليه ونستغل المساحه. اهم شيء قد ما كانت ضيقه نقدر نستثمر هالمساحه ونعمل منها شيء كثير حلو. مزبوط. خلينا نحكي عن الاناره او الاضاءه. لازم الاناره مثلا تكون خافته، افضل انها تكون خافته تعطي مساحه اوسع او بتعطي جو دافي اكثر. هلا الإنارة أول إشي، يعني أفضل إشي الإنارة أول إشي الطبيعية اللي هي بالنهار. بالليل نستخدم إنارة خافتة. ليش؟ عشان مثلا زي ما حكينا الواحد بقعد عشان يعني ريلاكسيشن يروق أعصابه، فتفضل إنه تكون الإنارة خافتة. إذا فيها كتير نشاطات يعني مثلا بيقعدوا العيلة بيتعشوا، بصير فيها كتير جماعات، مساحتها منيحة، ممكن برضو نزيد
الإنارة. حلو. أو نحط الإنارة اللي هي البيضاء نستخدم. لطيف. بس بالعادة الأجمل هي اللي بتكون لونها صحراوي حنسميها أو على صفار. يعني هاي بتعطي هيك شعور بالراحة أكثر. طبعاً أكيد. نحكي شوي عن الزريعة، قديه حلوة الزريعة بهاي الأماكن البلاكين أو حدائق المنازل إنه تكون كتيرة، يعني وين ما تلفي وجهك تلاقي في خضار. طبعاً. نحكي عن أواوير الزريعة اللي ممكن تكون معلقة أو الرفوف المعلقة، الأشياء المعلقة بشكل عام بالبلاكين قديش مهمة؟ طبعاً هلأ عشان توفر مساحة، يعني عنصر النباتات والزرع يعني هو أهم عنصر، هو اللي بيميزها زي ما نحكي. صح. إنه بيميز إنه هاي بلكونة أو حديقة. كتير حلو إنه تتفاوت أو تكون عنا النباتات أو الزرع الموجود، أحواض النبات تكون بارتفاعات مختلفة، يعني كل ما كان في فرق بالارتفاعات هون بزيد الجمالية عندي. غير هيك حلو إنه أنا أعرف شو أختار، يعني نلجأ نحن للمختصين بأنواع النباتات عشان أنا أحط عندي مثلاً نباتات منزلية غير عن النباتات اللي بنستخدمها مثلاً في حدائق عامة في أماكن تانية. الرفوف اللي حكيتيها هاي هي تعتبر من اكسسوارات البلكونة أو الحديقة المنزلية. إحنا ممكن نحطها، نحط الرفوف الخشبية أو السلالم حتى الخشبية، ممكن نحط عليها الكتب اللي بدنا نقراها لما نقعد على البلكونة، المجلات خلينا نقول مثلاً، ممكن نحط صور حلوة تكون تذكارية جميلة. بالضبط، يعني هي مجرد أفكار ديكورية بسيطة شهد وغير مكلفة، بس بتزيد جمالية المكان. صحيح. وبتعطي زي طابع معين، يعني طابع خاص فيه. أو وبترجع برضو هي لأذواق، يعني في ناس مثلا بيحبوا هاي الأشياء البسيطة الخشبية، في ناس بيروحوا مثلا للمواد الخام أكثر. يعني كل لطيف. وحتى في شغلة كتير مهمة إنه الحديقة المنزلية يفضل إنها تتبع ستايل أو ثيم المنزل 100% كمان. يعني إحنا بنقدر نتحكم إذا كانت عندي البلكونة أنا بدي أصممها بطريقة مودرن حديثة، أوكي إذا كان البيت عندي حديث، أو أنه مثلا أنا بدي أعملها بشكل كلاسيكي. طبعا نقدر نميز هذا الحكي حتى بشكل الحجر. صح. يعني في حجر بتحسي انه لما تشوفيه انه هذا حجر عتيق بيعطيكي الطابع الكلاسيكي، في حجر لا بتحسي مثلا البازلت طريقه القص تبعته مثلا المربعات، هاي الاشياء لا بتعطينا شعور انه هذا الطابع حديث. والالوان كمان يمكن تعطي شعور حلو، ممكن الالوان الفاتحه او الالوان الفاقعه، ما بعرف ايش الالوان الانسب لهاي الاماكن. هل تنصحينا بالوان معينه؟ ما بعرف، ألوان فرحة، ألوان هلا الحديقة أصلا يعني لازم تكون فيها بهجة. صح. ولازم يكون فيها شعور بالفرح وشعور بالراحة. فيعني أنا بفضل طبعا إنه تكون ألوان هيك جريئة، نحط يعني ندخل ليش ألوان. ليش لا بالضبط؟ يعني مش حلو يعني حديقة، يعني ما في داعي تكون كتمة أو هيك. صح. عرفتي ألوان، بس برضه يعني هي بترجع للستايل اللي أنا متبعته بالمنزل. صح. اوكي عشان تكون جزء، يعني عشان تكون انه بتكمل المنزل للبيت. بالضبط. بس كتير. انا شخصيا مثلا بحب استخدم في الحدائق المنزليه والبلكونه الوان مبهجه والوان جريئه. حلو كثير. ساره مجدوبه مهندسه ديكور، سعدنا جدا بوجودك، معلومات جدا مفيده لكل ستات البيوت ولكل اهالي البيوت انهم محبين بالضبط محبين هاي الامور الديكور ومش الديكور. فشكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير. الله يعافيك.